السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في محاضرتنا الخاصة بمحاضرة اللغة الإنجليزية لطلاب الفرقة الثانية، الشعب الآتية: تمريض بنها ومنوف، شعب معاون، بصريات، أشعة، مختبرات، تسجيل، صيانة، ومعمل. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على الأدفيربس اللي هو الظرف. اتكلمنا تقديم دكتور حسن صبري ودكتور عبير دي، اتكلمنا المرة اللي فاتت أو المحاضرة السابقة على الأدجكتيفز الصفات، وعرفنا إن الصفة describe the noun بتوصف الاسم، و it comes before the noun ودايما بتأتي قبل الاسم، وعرفنا كمان إزاي إن أنا أعمل صفة في حالة ال comparative اللي هو المقارنة أو في حالة التفضيل، وعرفنا بعض regular adjectives الصفات اللي هي بتكون regular يعني شاذة. النهاردة بإذن الله هنتكلم على الأدفيربس اللي هي الظرف. إحنا كنا بنقول إن الأدجكتيف ديسكرايب ذا ناون بتوصف الاسم، إن هنا الأدفيربس يعني هتبقى عكسها، هتوصف عندي الفعل أو صفة أو ظرف أيضا مثل. تعالوا نتعرف على الكلام ده. أول حاجة لازم نعرفها اللي هو the definition of the adverb. What is an adverb؟ يعني ما هو الأدفيرب؟ معناه إيه؟ الأدفيرب is a word that used to describe the meaning of an adjective, a verb, or another adverb. يبقى هنا الأدفيرب is a word يعني كلمة used to describe the meaning of توصف معنى an adjective صفة أو verb أو another adverb. يبقى هنا دلوقتي الأدفيرب بيستخدم إن هو بيوصف معنى إيه؟ بيوصف معنى صفة أو فعل أو ظرف مثله، لكن إحنا كنا بنقول في الصفة بتوصف إيه؟ اسم فقط اللي هو إيه؟ noun. يبقى هنا الأدفيرب always modified a verb، يعني دايماً الظرف بيوصف إيه؟ بيوصف الفعل. تعال نشوف examples عليها. She is extremely beautiful. She is extremely beautiful. She is extremely beautiful. هنا extremely ده الادverb و beautiful هنا الadjective، فبالتالي الادverb describes an adjective. يبقى هنا الظرف وصف لي مين؟ وصف لي صفة. Another example: He runs quickly. He runs quickly. فين هنا الادverb؟ الادverb طبعا هو quickly والverb هو runs، فبالتالي هنا الادverb describes a verb. الظرف وصف مين؟ وصف فعل. Another example: He runs very quickly. He runs very quickly. هنا very ده adverb و quickly adverb. فبالتالي هنا adverb describes another adverb. يبقى ظرف وصف ظرف آخر. يبقى تاني. يبقى الadverbs بتوصف الadverbs بتوصف إما verb أو adjective أو adverb زيها. Okay. طيب نتكلم بقى على الفورم اللي هو شكل او تكوين الادفيرب. الادفيرب بيتكون من ايه؟ يعني مجرد ان انا اقرا الجمله اعرف ازاي ان ده ادفيرب او ده ادجكتيف او ايه، يعني المفروض ان انا اعرف ازاي ان هو بيتكون من ايه بتاعي الادفيرب بتاعي. Most adverbs are formed by adding a y to the adjectives. معظم الظرف بيتكون باضافتي ال y للادجكتيف، يعني بيبقى عندي adjective صفه عاديه خالص، وانس ان انا ضفت لها ال y اصبحت ايه؟ اصبحت adverb. زي مثلا slow. slow دي adjective، just ان انا حطيت لها ال y، ضفت هنا عملت لها adding ال y اصبحت ايه؟ adverb. another example: nice. ها nicely. happy happily. careful carefully. يبقى دول كلهم adjectives، و just ان انا حطيت لها ضفت لها ال y اصبحت ايه؟ اصبحت adverb. يبقى دي كلهم adverb ودي كانت ايه؟ صفات. يبقى هنا معناها ان الفورم معظم شوفوا هنا احنا بنقول معظم وليس all، فمعناها ان في adverbs ما بيبقاش عبارة عن صفة لها ايه؟ الواي. يبقى الفورم تاني: adverbs are often
form it by adding ly to adjectives. يعني عادة بتتكون بإضافة ال ly، الحرفين ly لل adjective. لكن this make easy to identify adverbs and sentences، وده بيكون بيديني سهولة إن أنا أتعرف أو أحدد ال adverbs اللي موجودة فين، اللي موجودة في الجمل. There are many exceptions to this rule. وبرغم من كده في برضه عندي exceptions، في عندي استثناءات للقاعدة دي. يعني مثلا لما أقول everywhere ده ظرف، nowhere ظرف، upstairs أيضا ظرف، ده ظرف في مكان. وبالتالي there are few examples، يعني دي ممكن أستخدمهم برضه كإيه، كظرف. يعني معناها مجمل الملخص يعني إن الـ adverbs مش معناها إن كل الصفات اللي بضيف لها ly هو ده الـ adverbs بس، لأ، في adverbs تانية مش عبارة عن صفة فيها ly. طيب تعالوا نشوف الـ kinds of adverbs، أنواع الظرف. أول نوع عندي اللي هو adverbs of manner. يعني adverbs of manner اللي هو الظروف الدالة على السلوك. هنا express how an action was done، بتعبر عن كيفية وقوع الحدث. يبقى ده ظرف بيعبر عن إيه؟ عن كيفية وقوع الحدث، بيعبر عن الـ manner نفسها اللي هو الطريقة. أما أقول مثلا I closed the window. I close the window carefully. مين هنا الادفيرب؟ الادفيرب هنا carefully. طيب carefully عبر لي عن ايه؟ عبر لي هنا على اللي هو الـ action، how action was done. الـ action الحدث ايه؟ تم ازاي؟ او وقع ازاي؟ لما اقول I close the window carefully، يعني انا اغلقت النافذة بحرص او بعناية. هنا لاحظ ان الـ carefully ما وصفت ليش الـ window، النافذة، لا، ده وصفت لي مين؟ اللي هي وقوع الحدث، ان انا أغلقت النافذة إزاي. فمعناها إن هنا الإيه، إن الأدفيرب وصف مين؟ وصف الإيه؟ ها، وصف الفيرب. Another example: The soldier fought bravely. نفس الطريقة، هنا الأدفيرب اللي هو bravely وصف مين؟ وصف اللي هو الفوت، اللي هو الجندي حارب بإيه؟ بشجاعة. Okay؟ طيب ده number one. number two اللي هو adverbs of time اللي هو الظرف الزمان. express the time when an action is or was done، ظرف الزمان اللي بتعبر لي عن زمن حدوث الايه، الفعل. اما اقول I'm going to leave for Cairo tomorrow. I'm going to leave for Cairo tomorrow. يبقى هنا tomorrow ده اصبح ظرف ايه، ظرف زمان. another example: what is going to happen next. number three adverbs of place express where an action is done، ظرف الايه، المكان، بيعبر لي عن مكان وقوع الحدث. يبقى تاني، يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان الظرف هنا ممكن يكون ظرف بيعبر عن المانر اللي هو السلوك او الحاله، بيعبر لي ايضا عن التايم اللي هو الزمن، وبيعبر لي عن البليس اللي هو المكان. يبقى ده ظرف ايه، ظرف مكان. تعالوا نشوف كده مثال عليها. أما أقول I shall stand here. I shall stand here. يبقى فين هنا الظرف عندي؟ here، هنا. another example: I have looked everywhere for my lost pen. فين الظرف؟ الظرف هنا إيه؟ everywhere. وأصبح ظرف إيه؟ ظرف مكان. طيب some words that end in ly can be pause adjectives or adverbs. most of them refer to time. يعني ايه الكلام؟ قال ان في بعض الكلمات بتنتهي بly، وفي الحالة دي انا ممكن استخدمها ك adjective، كصفة، او كadverb. طب هو احنا هنا هنعرف ان هي صفة ازاي وهي adverb ازاي؟ سهلة جدا. اذا لقيت ان الكلمة دي بتوصف اسم، يبقى في الحالة دي اصبحت ايه؟ adjective، اصبحت صفة. طيب إذا لقيتها بتوصف صفة أو بتوصف adverb أو بتوصف فعل، في الحالة دي أصبح adverb. يبقى تاني، يعني أنا في عندي بعض الكلمات بتنتهي بالy، ممكن أستخدمها adverb، ممكن أستخدمها إيه، adjectives. طبعا سهلة جدا إن أنا أعرف إن كانت هي صفة أو هي ظرف. لو صفة على طول already إحنا عارفين إن هي الصفة بتوصف اسم، يبقى دي سهلة جدا. في الadverb بقى إذا لقيتها بتوصف فعل يبقى هي adverb، إذا لقيتها بتوصف صفة يبقى adverb، إذا لقيتها بتوصف adverb زيها يبقى هي إيه؟ adverb. زي إيه؟ زي مثلا كلمة daily يوميا، monthly شهريا، weekly أسبوعيا، early سنويا. تمام؟ تعالوا نشوف examples عليها.
اما اقول a daily newspaper is published daily. A daily newspaper is published daily. ها هنا بيقول daily newspaper يعني الجريدة اليومية، يبقى هنا newspaper ودي daily ده adjective، وهنا is published daily بتنشر يوميا، فبالتالي هنا daily وصفت لي مين؟ وصفت لي الفعل، يبقى الأولى كانت صفة والتانية كان إيه؟ كانت adverb. Another example. We get up early to catch an early train. We get up early to catch an early train. خدوا بالكوا هنا early we get up بتوصف مين؟ بتوصف الفعل. ده verb على فكرة. get up يعني نستيقظ. فبالتالي دي ايه؟ early هنا ايه؟ أصبحت ايه؟ أصبحت adverb. Okay. To catch عشان نلحق an early train القطار الايه المبكر اللي هو بيجي بدري، يبقى هنا دي اصبحت ايه adjective وترين هنا الايه noun. طب مين اللي بيوصف الاسم اللي هو الصفه، ومين اللي بيوصف الفعل اللي هو الايه الادفعل؟ وضحت؟ بتاني يبقى في بعض الكلمات اللي دايما بتنتهي بالواي ممكن استخدمها بشكل صفه او استخدمها بشكل حال. معظم الكلمات دي بتدل على الايه على الوقت او الزمن، زي daily, monthly, weekly, yearly. تمام؟ طيب number four النوع التال النوع الرابع للأدفيرب اللي هو adverbs of frequency اللي هو الظروف الدالة على التكرار. till how often we do something يعني بتخبرنا به كم عدد المرات اللي مرات حدوث الشيء. يبقى تاني يبقى انا دلوقتي رقم 4، يبقى احنا قلنا اول adverb اول kind اول نوع كان عندي اللي هو manner، وتاني نوع اللي هو place، وتالت نوع اللي هو time، والرابع عندي الايه frequency. طب ايه هي ال adverbs او اللي هو الظروف اللي بتدللي على التكرار؟ عندي دول بقى always دائما usually seldom never often sometimes rarely occasionally. Okay. دي كلها أول ما بشوفها بعرف إن هي دايما ظرف، وظرف ده بيكون ظرف adverbs of what of frequency. طيب نوتس كده بسيطة، ملاحظات كده بسيطة. verb to be اللي هو فعل يكون يأتي ظرف التكرار بعد الفعل المساعد اللي هو ظرف التكرار إيه؟ اللي هو often أو always أو ها أو never أو seldom. إزاي؟ أما أقول علي is always on time يعني علي دايما بيجي في الإيه في الوقت بتاعه الوقت المحدد بتاعه، يبقى هنا لما باجي استخدمها بستخدمها بعد الفعل المساعد في verb to be. طيب الأفعال الأخرى يأتي ظرف التكرار قبل الفعل العادي اللي هو other verbs، يبقى تاني يبقى في verb to be ظرف التكرار بيجي بعد الفعل المساعد يعني بيجي بعد am أو is أو are أو was أو were. أما بقى في الأفعال التانية ظرف التكرار بيجي قبل الفعل الإيه العادي. طب تعالوا نشوف كده إيه. علي sometimes reads a book. يبقى تاني دي مهمة جدا it's very important. يبقى تاني عندي الverb to be اللي هو adverbs of frequency الظروف الخاصة بالتكرار بتيجي لو انا استخدمت verb to be بتيجي دايما بعد ايه verb to be بعد is او am او are او was او where. ادي always جت بعد is مع الافعال الاخرى بتيجي قبل الفعل العادي. فين الفعل العادي اللي هو reads؟ ما اقول علي reads a book. لما اجي اضيف فعل من ظرف من الظروف الفريكوينسي بستخدم ايه بحطه قبل الايه الفعل الايه العادي او علي sometimes reads a book. اوكي وبكده يبقى احنا انتهينا من محاضرتنا النهاردة. اتمنى نكون قدرنا نوصل المعلومة بشكل مبسط وواضح. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.